مين حماده بتحبه؟ انت لحقت قلبته من عند امك؟ لا ده عامله لي مخصوص وجابته لي النهارده الصبح. ياسر، وانت ليه فخور انك جاحد كده؟ ده مش جحود يا هشام، انا امي بتبقى سعيده جدا وهي بتخدمني، فانا بزود لها السعاده. ها ما قلتليش ايه رايك في السيستم الجديد؟ استماره يخش الزبون يحط بياناته، احنا نقرا نعرف راسنا من رجلينا. عايزك تقرا وتنقي. طب تنقي ايه؟ هو اوردر واحد. ما انت لو ركزت في الشغل الاوردرات هتنزل علينا زي المطر. انا كده كده محتاج فلوس بصراحه. عيد ميلاد ملك بنت اشرف بكره، ولازم اجيب لها احسن هديه في الدنيا. انت بتحبها قوي كده؟ يا ابني مش فكره بحبها، انا عايز اكسر عين ابوها. اه بقول لك ايه، نحتاج العربيه اللي بتاجرها عشان عيد الميلاد. ليه؟ واحنا اللي هناخده من الشغل هنصرفه على تاجير العربيات؟ يا ابني عايزني اقول لولاء ايه؟ هنروح لاخوها ازاي؟ وبعدين هي مره مش هتتكرر. طب اقرا. ام مطلقه، مطلوب مرافق لمده 48 ساعه لابني لدواعي السفر. اسم الولد مازن، 17 سنه، صعب المراس ومثير للمشاكل. الست دي عايزه تطفشنا ولا ايه؟ بالعكس دي ست محترمه جدا، كويس انها بتقول الحقيقه بدل ما تقول لنا ابني حمل رضيع ونلبسه في الاخر. طب يعني اطمن لك ازاي انت بتقول حمل رضيع؟ اسمها حمل وديع يا ياسر. ايا كان المهم تدفع. ايه ده؟ ايه؟ الواد مازن ده عدى ولاء في المدرسة. واحنا مالنا ده في مدرسة مين؟ يا ابني وانت عبيط يا ابني، ما امه اكيد عارفاني. وهتعرفك منين؟ ياسر انا وضعي الاقتصادي بيتناقش على جروبات الماميز بقاله 3 سنين. يعني هنرمي 4000 جنيه مننا على الارض. انت هتاخد منها 4000 جنيه؟ طبعا، دي شغلانة فيها بيات، وبعدين انا بضاعتي حلوة ومتكلفة. وانا محتاج فلوس. انا لازم اجيب البت ملك هدية غالية. اسمع بقى، انا عندي حل. انت تتنكر. نضارة شمس، كاب، بلطو اسود يقته طويله، وقول لي مين هيعرفك. ابات عندهم ببلطو اسود يقته طويله. خلاص اروح انا. طب انا راضي ذمتك، ده منظر اب. ايه يعني هديتها ايه؟ نضاره شمس وكاب وبلطو اسود يقته طويله، ده هيغير في شخصيتك يعني؟ ياسر انت مهزأ، انت هتضطرب من على الباب. حتى لو حصل يبقى ما خسرناش حاجه. انا ابعت لام مازن اقول لها تبعت العربون وافهمها ان العربون غير مردود. ها